رياحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن، وصدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. في هذه الحلقة إن شاء الله التلاوة المنهجية هي الصفحة 110 الثالثة من الآية 64 إلى الآية 76. أتلو التلاوة المنهجية وبعدها إن شاء الله نسعد ونسر بفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان آيذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين آمنوا اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. صدق الله العظيم. نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته على الأرقام التي تظهر بين الفينة والأخرى أسفل الشاشة. في هذه الصفحة التي تلوناها وهي
الصفحة 110 بعد 100 من الآية 64 إلى الآية 76 من سورة مريم. في هذه الصفحة عندنا في الآية 64 وهي أول آية في هذه الصفحة قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. قرأ الدوري بخلفه عن أبي عمرو بإدغام الراء في اللام هكذا: واصطبر لعبادته. وله وجه آخر وهو الإظهار كما يعني قرأت أنا، والإدغام هو الوجه المقدم في الأداء. في الآية التي بعدها وهي الآية 65 قوله تعالى: ويقول الإنسان آيذا ما مت لسوف أخرج حيا. آيذا طبعا عندنا همزتان من كلمتين من كلمة في كلمة واحدة ولهما مفتوحة وثانيتهما مكسورة. قرأ قالون رحمه الله وأبو عمرو رحمه الله بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين هكذا آيذا. أما ورش رحمه الله فقرأ بتسهيل الهمزة الثانية من غير إدخال ألف بين الهمزتين. حفص رحمه الله له التحقيق من غير الإدخال آيذا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أيضا في هذه الصفحة أإذا ما مت بضم الميم قرأ أبو عمرو رحمه الله. في الآية التي بعدها وهي الآية 66 قوله تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قرأ أبو عمرو رحمه الله: أولا يذكر بتشديد الذال وفتحها وفتح الكاف. معنا أول متصل، من معنا؟ الأخ محمد، حياك الله. أهلا وسهلا، تفضل بالقراءة يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. انتبه للمد الطبيعي، وما بينهما فاعبده. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. انقطع الاتصال مع أخينا المتصل. ما شاء الله، قراءتك متقنة وصوتك جميل، زادك الله توفيقا وفضلا. يبدو أن عندنا مشكلة في الصوت الإخوة في الكنترول، لو تصحح لنا هذه المشكلة أو تعطونا فاصل. طيب، معنا أخونا محمد، حياك الله يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا أخي، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا.
أولا يزكو الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا حسبك يا محمد بارك الله فيك ما شاء الله تلاوتك جيدة زادك الله توفيقا مشاهدينا الكرام الآن نخرج لفاصل قصير بعده إن شاء الله نواصل حلقتنا فأهلا وسهلا بكم مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف كما أضيف إليها علم المواريث بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني السلام عليكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد الهواء مفتوح لكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة وتلاوتنا المنهجية هي الصفحة 103 من الآية 64 إلى الآية 76 من سورة مريم عليها السلام كنت قبل الفاصل قد ذكرت بعضا من الخلف بين رواية الإمام قالون ورواية الإمام ورش ورواية الإمام الدوري عن أبي عمرو ورواية الإمام حفص رحمهم الله جميعا من الخلف أيضا في هذه الصفحة في الآية 76 فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا قرأ حفص رحمه الله بكسر الجيم من كلمة جثيا ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا هكذا بكسر الجيم معنا أختنا وصال حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا أختي تفضلي بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا قلقل الدال ما كان وإذا ما مت لسوف أخرج حجا ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنخبرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل
كل شيعة أجرم أشد على الرحمن أتجا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورجا لمن كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مجا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب الباء مفتوحة حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. حسبك بارك الله فيك يا وصال، ما شاء الله قراءتك جيدة. انتبهي لقلقلة الدال من كلمة فعبده، الدال هنا ساكنة وبالتالي هي مقلقلة، نخرجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق. معنا أخونا عبد العزيز، حياك الله يا أخي. حياك الله. الله يحييك يا عبد العزيز، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما تعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا مت لسوف أخرج حيا. إذا ما مت، أعد هذه الآية. ويقول الإنسان أإذا ما مت. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ألا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. لا صلها ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولوا بها صليا. هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حسبك بارك الله فيك يا عبد العزيز، ما شاء الله قراءتك جيدة، زادك الله توفيقا. معنا أختنا صفاء، حياك الله يا أختي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بالقراءة. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده. اسمعيني يا صفاء. فاعبده. نعم. فاعبده واصطبر لعبادته. هل تحت له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أنت تقرأين لمن يا صفاء؟ تقرأين لحفص؟ نعم. طيب واصلي. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك لنحشرنهم والشياطين. النون مفتوحة. شياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. حسبك بارك الله فيك يا صفاء. ما شاء الله قراءتك جيدة زادك الله توفيقا. قرأت علينا برواية الإمام حفص عن قراءة الإمام عاصم رحمهما الله. معنا أختنا أم نور. أهلا وسهلا. السلام عليكم أختي أم نور. أنت على الهواء. يبدو أن الاتصال قد انقطع مع أختنا أم نور. نعود إلى الخلف في هذه الصفحة التي تلوناها. كنا في الآية 67 قد ذكرنا أن حفصا قرأ جثية بكسر الجيم. كذلك في الآية 68 عتية قرأ عتية بكسر العين. وفي الآية التي بعدها أيضا صلية قرأها صلية بكسر الصاد كما سمعنا منذ قليل من أختنا صفاء. عندنا أيضا في الآية 73 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. طبعا على قراءة الجمهور رئيا ومنهم حفص وأبو عمرو وورش كما سمعنا من صفاء منذ قليل. طبعا رئي على وزن فعل أي بمعنى مفعول أي أحسن منظرا. بالتالي يعني قالون قرأ هكذا بالإبدال والإدغام. يعني رئي أبدل الهمزة ياء فصارت عندي ياء ساكنة وياء متحركة ثم أدغم الياء في الياء فصار النطق بياء واحدة مشددة. وربما يعني يكون الري هنا الذي هو ضد الظما وهو استعارة على التنعم. ويعني رئي بمعنى يعني أحسن منظرة. طبعا هذه هي قراءة الجمهور وهذا هو المعنى الأظهر والله تعالى أعلم. الذي يعنينا هنا
ريا بالإدغام والإبدال، أولا إبدال الهمزة ياء ثم إدغام الياء، في الياء قرأ قالون رحمه الله، أما البقية ريا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله. Mm-hmm, 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 mm-hmm.